وفي كلمة أمام المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، أشارت عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات سارة محمد أن قضية التغير المناخي من أهم القضايا على كافة المستويات الحكومية والتشريعية، مشيرة إلى أنه لابد من مكافحة تغير المناخ وتداعياتها السلبية المهددة لمقدرات العالم بأسره. المجلس الوطني الاتحادي يتكون من 40 عضو، 50% من الأعضاء من فئة النساء و 50% من الأعضاء من فئة الرجال، و 25% من إجمالي عدد الأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي من فئة الشباب. المجلس الوطني الاتحادي هو تشريعي رقابي، يسعدنا من دولة الإمارات العربية المتحدة أن نكون مشاركين في المؤتمر الثامن للشباب البرلمانيين في شرم الشيخ مصر.